حاضر مدام هبة، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يخليكي، اتفضلي. والله يا شيخ انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو ملوش دعوه بالحاجه يعني اتفضلي. بموضوع الحلقه ولا بكده، بس اتفضلي. انا اقول لحضرتك ان انا تعبانه بقالي سنه بتعالج من تعب وكده، فعندي على طول بتجي لي هلاوس وكوابيس واحلام وحشه، وعلى طول عندي خوف من الموت وخوف من ان انا هسيب ولادي وجوزي، جوزي يعني غير يعني مش ممكن ان انا اتحمل يعني مش المسؤوليه، وحتى ده يعني بحس بيجي لي ساعات كده اصلي كتير وبالليل وبدعي ربنا وبقرا القران وبقول ربنا حوش عني لنا في ده، بس انا بقى فعلا كده الكل بقى حواليا يعني باجي اتكلم مع حد حاسه بياخدني ان انا زي المجنونه مثلا، لما باجي اتكلم مع حد فيقول لي لا ده انت تعبانه نفسيا، ده انت مرضى نفسيا، ده انت مش عارف ايه كلام من ده، فانا فعلا انا تعبانه جدا وعارفه مش عارفه ان ده غضب من ربنا عليا ولا حاضر. ايه بالظبط. اجاوبك يا مدام. حاضر. مدام هبه بتسال برضو عن الاحلام والنسيان. اولا يعني انصح حضرتك ان تذهبي اولا الى طبيب نفسي تشوف الامر فيه ايه. والله ان الطبيب هو الفيصل، قال لي ما عندكش حاجه، اولا الجا الى الله سبحانه وتعالى، طالما ان الانسان مع الله فلا يخاف ظلما ولا هضما. الانسان في احواله اقواله وافعاله واحواله طالما انه مع الله لا يخاف ظلما ولا هضما. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، كل أي شيء أكبر شهادة. إذن فالإنسان طالما إن هو يكون مع الله في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي العبادة وهو يفعل الأمور كلها فلا يخاف أبدا. طب إنسان يقول يا مولانا أنا بكون مع ربنا في الأمور دي كلها لكن ربنا بيبتليني، أقول له شفت أنت قلت ابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل ثم الأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان على قدر دينه، فيشوف الإنسان ده هل يكون من المتمحصين في العبادة لله وليمحص الله الذين آمنوا ومحق الكافرين، ولا سيكون هذا الإنسان يتجرأ ويتجرأ ويكون إيمانه إيمان تمثيلي كما نقول، بيأدي الفرائض كده هباء منثورة، أو يقول لك إيه بأديها جزء من اللي عليا وخلاص كأنها روتين. فربنا سبحانه وتعالى بيمحص الإنسان، فلو الإنسان مع الله ما يخافش أبدا، إنسان يطبق أوامر الله وقانون الله لا يخاف ظلما أبدا ولا هضما.